التطورات متسارعة على الجبهة الشمالية للبنان ومخاوف من تصعيد خطير على جانبي الحدود. هنا تتهم إسرائيل حزب الله بالسعي إلى افتعال طبعا حرب هناك لتدفع بسلاح الجو الإسرائيلي إلى استئناف برنامجه التدريبي السنوي والذي يحاكي حربا في الشمال بعد تجميده منذ بداية الحرب في غزة. هنا مشاهدين أضاف الجيش الإسرائيلي ببيان بأن التدريبات ستركز على زيادة جاهزية سلاح الجو للحرب في الشمال ومحاكاة تنفيذ ضربات داخل الأراضي اللبنانية. إذن مشاهدين، إسرائيل وسعت من بنك أهدافها إلى منطقة الهرمل شمالي شرقي لبنان لأول مرة منذ بدء الغارات الإسرائيلية على لبنان وتحديدا هنا بمحافظة بعلبك، بعد ساعات على إطلاق حزب الله صواريخ باتجاه 5 مواقع عسكرية إسرائيلية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. هنا نتحدث طبعا عن العمق اللبناني كما نشاهد في هذه الخريطة. الهرمل تبعد 130 كيلومتر بالعمق اللبناني، وهي للمرة الأولى يعني إسرائيل تستهدف هذه الحدود منذ بدء الحرب. إذن تبعد نحو 30 كيلومترا من الحدود مع سوريا، وهذه المنطقة تنتشر فيها مواقع تابعة لحزب الله بحسب طبعا كل البيانات من هناك، وتم استهدافها. مجمع عسكري تستخدمه الوحدة الجوية لحزب الله ويضم كما قال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي مهبط طائرات ومباني عسكرية، ويقع في وادي فعرة في جرود الهرمل المتصلة مع الحدود السورية على الحدود اللبنانية السورية هناك. وتقول تل أبيب بأن نفذ الضرب في سوريا للحيلولة دون وصول أسلحة إيرانية إلى حزب الله. طبعا هي تعتبر بأن هذه الحدود هي الممر لتمرير الأسلحة.